سيدنا أبو سعيد الخدري سمع كلمة من الجناب النبوي، ولشدة تعظيمه لكلام النبوة الكلمة دي أسكرته، يعني أطربت هذا الإمام وأدرك أنه مهمتي هنا، الكلمة دي من كلام النبوة اللي أنا أعيش عمري كله عمال أنفذ فيها. واسمح لي أن أنا أقول لحضرتك هذا الحديث وبعد كده نلقي إطلالة حول الفنون والطرق المختلفة التي كان يسلكها سيدنا أبو سعيد لتنفيذ هذا الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنه كان إذا رأى الصغار والشباب من التابعين يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، وفي بعض الطرق وقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله، إذن كلمة النبوة دي مش بس يا جماعة اعتنوا بالعلم وخلوا بالكم منه، لا، ده كمان بيخبر بخبر محدد مما يسميه العلماء بدلائل النبوة، إخباره بالمغيبات التي ستحدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ويخبر بخبر محدد: سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض. يعني انتبهوا، سيكثر في الأجيال القادمة الحرص على العلم ويرحل إليكم، والأمم والشعوب المختلفة ستلقي إليكم بفلذات أكبادها من الشباب الشغوف بالعلم لما ييجوا بقى. انتبهوا إلى الآليات والفنون والمهارات التي تستوعبون بها هؤلاء، وأولها أن تقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أم سيدنا أبو سعيد الخدري هقول لحضرتك دلوقتي مرصد إزاي ظهر منه بعد ذلك شغف بتنفيذ الحكاية دي. أقول لحضرتك نموذج، الراوي بيقول: كنا نأتي أبا سعيد الخدري فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر لهم الحديث: سيأتيكم أقوام من أقطار الأرض إلى آخره، ثم يقول بعد ما يذكر الحديث: مرحبا مرحبا أدنوا، قربوا يا ولاد تعالوا تفضلوا عدوا، مرحب أهلا وسهلا بيكم وتفضلوا عدوا، قربوا مني كمان. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.